سيداتي سادتي مشاهدي ومتابعي 360 طواقم ونستوى فيكم اولا باول بنتائج اقتراع 7 اكتوبر. ابقوا معنا، معكم محمد بودرهم من امام المقر المركزي للاصاله والمعاصره. محمد شاكير من مقر حزب العداله والتنميه، سنوافيكم بالنتائج الاوليه للانتخابات، تابعونا على لو 360. مباشره من مقر حزب الاستقلال معكم فاطمه الكرزابي، ابقوا على موقع لو 360. معكم يونس طنطاوي، تراقبونا بعد قليل مباشرة من مقر حزب التجمع الوطني الأحرار بالرباط.